الله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، يا رب بخير جميعا. مكملين إن شاء الله بإذن الله في حلقة اليوم، راح برضو نكمل الكلام فيها عن البارامترز، ومعنا مثالين ربما يسهلوا شوية علينا مسألة إن إحنا يعني نحاول نفهم شوية يعني إيه بارامتر وأنا بحتاجه ليه بالظبط. أول مثال معانا، أنا فاتح كود بن، ده طبعا موقع من يمكن يكون أكيد هنا عرفناه أو مش أول مرة نتعامل معاه. طب الراجل ده عامل إيه؟ عامل فانكشن ومسميها مالتيبلاي، ها؟ على اسمها يعني، وحاطط فيها اتنين بارامتر، البارامتر الأول A والبارامتر الثاني B، وراح عامل لك فاريبل تاني جوه الفانكشن وقال لك بص يا سيدي اسمه ده اسم الفاريبل ده ريزلت، وده بيساوي قيمه الاي مالتيبلايد باي قيمه البي ضرب البي في الاي، وقال لك انا عايز اكتب الريزلت اللي هو الناتج ضرب البي في الاي، وبعدين عامل منادي على ايه على ال عامل كولينج للفانكشن ومدي قيمه الاي 4 ومدي قيمة البي 5، فالناتج طالع له كام؟ الناتج طالع له 20. حلو، وفي سطر نايم انا هحاول اصحيه خلال لحظات ان شاء الله باذن الله. الشاهد معايا يا جماعه، ده مثال في انا استخدمت او الراجل ده مستخدم اكتر من بارامتر للدلاله على ان ايه؟ على اني ممكن استخدم مجموعه من البارامترز. الشاهد البارامتر اللي انا استخدمه يبقى له قيمه موجوده تحت وانا بعمل كولينج او وانا بنادي على الفانكشن تبعي. حلو، قيمه الاي هي الاربعه وقيمه البي هي الخمسه، معنى طيب انا لو خليت الخمسه ديت سته ها وعملت سيف ناتش هيكون عباره عن كام؟ 24 حسب ضرب الاربعه في السته. طيب في بالك سؤال، انت تثبت لي من فين ان الاي اخذت الاربعه وان البي اخذت السته؟ اتمنى على السطر النايم ده. الله يمسيك بالخير يا دكتوره هاله، هي اللي علمت لنا القصه دي. بص بقى هو عمل ايه؟ هو معرف فاريبل ثاني ومسميه لاين وقال لك بص يا سيدي اللاين ده السطر ده هيكون فيه ايه؟ هيكون فيه قيمه الفاريبل ايه ايا يكن هي ايه على حسب ما هي موجوده تحت، زائد الرمز بتاع الاشبكت او علامه الضرب، زائد انا اقصد مش زائد يعني انا هحطها معاه، يعني عارف ده اوبريتور معامل ربط منطقي ما بين عايز اجمع يعني عايز اعمل جوين احطهم مع بعض، قيمه الاي جنب منها الزائد جنب منها قيمه البي جنب منها قيمه اليساوي، ومن تحت بقى في الدوكيمنت دوت رايت هروح اقول له والله اكتب لي اللاين وكمان معاه انا اسف وكمان معاه تكتب لي ايه؟ تكتب لي قيمة الريزلت. حلو كده؟ فالناتج هيكون عبارة عن بالظبط 4 مالتي بلايد باي 6 بيساوي 24، عشان اثبت لك ان الاي بتمثل لي قيمة الاربعة، بدليل انا لو خليت الاي دي دلوقتي 7 الناتج هيكون عبارة عن 7 في 6 وبتكون عبارة عن 42، فاللي اتغير ال 7 اللي هو بمثابة قيمة الاي اللي هو كان قبل الاشبكت قبل علامة النجمة. تمام كده؟ ده بالنسبة للمثال الأولاني واللي فيه أنت ممكن تعمل باسنج أو تمرر أكتر من فاي أكتر من بارامتر واحد جوه الفانكشن، بشرط إنك كل البارامترز اللي بتعملها باسنج تستخدمها وأنت وبتعمل كولينج ليه؟ الفانكشن تبعك. حلو الكلام، نيجي للمثال الثاني او الاكزامبل الثاني. في استخدم الراجل ده المره دي بدل عوامل رياضيه عمليات رياضيه ماثيماتيكال اوبريشنز استخدم السترينجز، عرف فانكشن وسماها جيت يوزر نيم والبارامتر الاول فيرست نيم البارامتر الثاني سكند نيم، وقال لك عرف متغير انسايد ذا فانكشن وقال لك المتغير ده اسمه فول نيم وده بيساوي علامه سيمبل وزائد الفاريبل البارامتر الاولاني اللي هو قيمه البارامتر الاولاني ها وارد مع او يعني جويند مع قيمه الفاريبل الثاني ورمز يعني، واكتب لي الفاريبل اللي هو الفول نيم، ومن تحت بقى راح منادي على الفانكشن، فالفانكشن اوتوماتيكالي الفيرست نيم اسندت له القيمه علي جميل فراح كتب لك علي، والسكند نيم اسندت له القيمه فاروق فراح كتب لك فاروق، واسند لك والحاجات ديت لانها كده كده موجوده موجوده، ديت امتى؟ لما انت قلت له عايز قيمه الفول نيم اللي هو الفول نيم بيساوي حصل الجمع او المجموعه دولت كلهم بالكامل. يا رب يكون المثال ده توضح شويه يعني ايه بارامتر وانت بتستخدمها ليه وموضوع العدد، انا ممكن استخدم كام بارامتر بالظبط، وحل لي برضو او ربما يكون سهل عليا شويه مساله التسميات بتاعه البارامتر. يا رب يكون الحلقه جد فايده. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.